هلو ويلكم باك تو ماي شانل. انا ريتا من قناه دولشي ريتا. اذا كنتوا جديد بالقناه بتمنى تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وبهيدا الفيديو حابه اقدم شكر كتير كبير لاحلى طيور النورس متابعين الجميل قلبا وقالبا نورس ستار. باخر فيديو نزلته عن تجربه مكياج نورس ستار لقيت عن جد دعم كتير حلو منكم من طيور النورس، تشجيع كتير حلو ومحبة ودعم لا يوصف. عن جد بتشكركم من كل قلبي وبتشكر الجميلة عن جد قلبا وقالبا نورا ستار، لأن حبت كمان الفكرة وشجعتني كتير. عن جد إنسان بتستاهل المتابعين اللي عندها ونيالك فيهم، لأنه عن جد أحلى الطيور بالدنيا. وعن جد مرسي كتير لألكم وأنا بحبكم كتير، وهيدي أكبر بوسة لألكم. بفيديو اليوم رح اعملكن هيدا اللوك المستوحى من الممثلة الهندية صاحبة اجمل غمزة بالعالم اسمها بريا براكاش. كتير اشتهرت اخر فترة على السوشيال ميديا من ورا غمزة بس بموفي، فخليها تحصل على لقب اجمل غمزة بالعالم، وهي عن جد كتير طيوبة ومهضومة. طلعت معها عفوية بالموفي وانتشرت بشكل رهيب على السوشيال ميديا وصارت كتير مشهورة، مع انه اخدها دور يعني عادي بالموفي منا دور البطلة. ف يعني بنهار واحد زادوا عندها على الانستغرام من 6 كان عندها 60,000 مدري 6,000، صاروا تاني نهار 3.5 مليون، وهلأ صارت 5 مليون انا شفتها مبارح. فحبيت اعمل هيدا اللوك عنها، شفت فيديو على يوتيوب بيعملوا لها ميك اب لفوتو سيشن، هنا مش حاطين التفاصيل بس انه عملت قريب عليه للميك اب، بتمنى انه ينال اعجابكم. اذا حابين تشوفوا كيف عملنا هيدا الميك اب تابعوا الفيديو للاخر. رطبت وجهي وشفافي كتير منيح، ورح بلش استعمل ميبلين فيت مي كونسيلر كبرايمر على الجفن وتحت الحاجب وعلى الحب اللي طلعت لي. رح ادمجهم باصبعي، بحسه اسهل من البراش واسرع. من كارلي بايبل عم باخد هيدا اللون البيج، عم حطه ثبت فيه الكونسيلر على كامل العين. اخدت هيدا اللون بيجي بني على برونز كتير حلو فيه لمعة من برستيج، رح حطه على كامل الجفن ومده شوي لفوق، ورح ارجع اخد هيدا اللون الفاتح من كارلي بايبل وادمج الاطراف كتير منيح. اهم شي الدمج عنا بالميك اب ليطلع عنا نظيف ومرتب. رح اخد هيدا اللون الاسود والبني من ميبلين وحطهم على زاوية العين تنحدد زاوية العين، بعدين رح ادمجهم مظبوط لبرا والباقي ادخلهم شوي للداخل. برجع بدمج الاطراف كلها سوا مع بعض. رح تلاقوا كل البرودكتس اللي استخدمته بصندوق الوصف. عم بستعمل هون قلم اسود، رح حطه كايلاينر على كامل العين، ورح حطه سميك على كل العين، مش من قدام يعني رفيعه من ورا سميك، رح يكون كله سميك. بعدين رح اخد هيدا الايشادو الاسود ميبلين وحطه فوق القلم وادمجه نتفة، وارجع حط بقلب عيني كمان اسود. رح اخد هيدا اللون شوي عذهبي من كارلي بايبل، حطه على نص جفن العين بهالطريقة، وارجع ادمج الاطراف. حطيت من اسانس ماسكارا، عندي فيديو على القناة رح اترككم اياه بصندوق الوصف عن طريقة حصول على رموش كثيفة باستعمال الماسكارا. رح خلي بلا رموش هيدا اللوك. من نيكس عم بستعمل بور فيلر كبرايمر للبشرة، بعدين عم بستعمل فونديشن من الاي جير، كتير حلو هالفونديشن تغطيته حلوة. عم بستعمل عبرونز لون شوي، رح ادمجه بالبيوتي بلندر، بعدين رح حط الفيت مي كونسيلر كهايلايت تحت العين على المنخار فوق الشفة شوي وندفع على الجبين، ورح ادمجهم بالبيوتي بلندر. من نيكس اخدت هيدا الكونتور ستيك، رح اعمل فيه كونتور للخدود للمنخار وتحت الشفة شوي، هيدا الشي بيقلب لنا اياها نتفة، وعلى دقن نتفة ندمج مظبوط الكونتور.
عم ثبت كل شيء بالباودر من ريمال، عم استعمل من كي ستار هيدا البرونزينج باودر لثبت فيه كمان الكونتور. هون عم استعمل بلاش من اسانس، رح تلاقوا كل المنتجات مكتوبة بصندوق الوصف. حطيت الفيكساتور من الف، بعدين وات ان وايلد عم استعمل هيدا الهايلايت كتير حلو، كمان عم بحطه باصبعي فوق الشفة شوي، بعدين عم استعمل من نيكس هيدا اللون النيود عباج، وهيدا اللون من ساموا كتير حلو بيجي عن نيود. ورح حط من نيكس جلوس رح يعطي اللوك كتير حلو. وهون من ميبيلي عم استعمل هيدا اللون البني وحطه تحت العين مع الماسكارا على رموش السفلية. واخر شي رح نحط من وات ان وايلد الهايلايت على مدمع العين، وهيدا اللوك النهائي. بتمنى تكونوا حبيتوه، بليز اعملوا شير ولايك للفيديو. بشوفكم.